السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس البهجة أكاديمي. إذا عنوان درسنا اليوم هو Data Structure. هاديك اللي تما، هاديك شتوها ولا بنت؟ المعنى ما كاين فايدة من التكرار. إذا بالنسبة لـ Data Structure، هي كنقولو سي ان تيب دو دوني ديفيني باغ ليتيليزاتور، واحد النوع ديال لي دوني لي ليتيزاتور كيحدو. بمعنى اليوم غادي تعلم كيفاش تصاوب تيب ديالك خاص بيك ديالك نتايا بوحدك. سالي هادوك السميات الماسخين ديال سي انت شار فلو، تصاوب لي انت الضاوية الطافية الشاعلة، صاوب انت كاع غزالي اللي بغيتي اليوم، دير اللي عجبك. دابا غادي تقول ليا كيفاش ندير تنصاوب هاد التيب ديالي. سهلة، لاكارت ناسيونال وجوج عقد ازدياد مليغاليزين 20 درهم. لا بصح نيت، اولا خصو يكون عندك بزاف ديال واحد الفاريابل كومبلكس اللي هو نيت ستراكشر. كنقولوا على ستراكشر انها كومبلكس فاريبل ويذ كومبلكس داتا تايب او كومبلكس تايب. كل فاريابل كتصاوبو كيقبل لك فالور وحده، ما عدا الا صاوبتي بالطبع الاري. الاري كيقبل لك بزاف لي فالور، غير الاري كيقبل لك بزاف لي فالور اللي عندهم نفس التيب. مثلا كلهم كيكونوا شار، كلهم كيكونوا انت، كلهم كيكونوا فلوت، هادشي متفقين عليه. بينما ستراكشر ممكن انك تصاوب ستراكشر اللي غادي تقبل لك بزاف لي فالور اللي ما عندهمش نفس التيب، كل واحد التيب ديالو. ممكن انك في نفس ستراكشر انك تاخذ واحد الفالور انت مع وحده فلوت مع وحده شار وهكذا. اذا كيكون مخلط، هادشي اللي بغيت نوصل لكم. ملي كتصاوب ستراكشر كتصاوب واحد الفاريابل اللي يقدر ياخذ معلومات مخلطه، ياخذ تكست مع الاونتي مع الديسيمال وهكذا. ديجا ستراكشر هي واحد الحاجه اللي مزيانه بزاف تعلموها، حيتاش الناس اللي كيخدموا بالسي بلس بلس ولا بالجافا غادي يعرفوا ان سي بلس بلس فيه واحد الحاجه سميتها تمبليت، والجافا فيه شي حاجه سميتها كلاس. هذوك الجوج هما اللي كيعوضوا لينا هذيك الحاجه اللي في السي سميتها ستراكشر. بيان راه شي حاجه اللي مهمه بزاف انكم تعلموها. في كل ستراكشر كاين عندنا معلومات لداخل، هادوك المعلومات اللي لداخل كيتسماو لي مومبر. هادشي اللي ما باينش لكم ما تخلعوش، راه باقي غادي نديرو البراتيك وباقي غادي نوريكم شي حاجه هنايا، نعطيو اكزامبل على كيفاش كتصاوب ستراكشر وعلاش كنتكلمو بالضبط. غير بغيت نقول لكم ان كل ستراكشر السميه ديالها كيتسمى اوبجي، السميه اللي كتمثلها هي الاوبجي، والداخل ديالها كيتسماو لي مومبر. لي مومبر بالطبع ممكن يكون عندهم التيب الخاص بهم. عاد نتايا كتصاوب ستراكشر ديالك اون جينيرال، باش ما نبقاوش نتكلموا هكا من فراغ، نوريكم ليكزامبل. مثلا اون جينيرال ستراكشر كتكون هكذا، كنكتبوا ستراكت اللي هي واحد الكيورد ديال سي، قدامها كنكتبوا لو نون ديال لوبجي، السميه اللي انت بغيتي، هذاك التيب دو دوني اللي انت غادي تختار. من بعد كاين عندنا لي زاكولاد، وفي الاخر البوان فيغيل. ديما تفكروها وسط من لي زاكولاد ما بيناتهم كدير تيب دو دوني والمومبر اللي بغيتي، تيب دو دوني مومبر اللي بغيتي، الخ 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 تيب دو دوني مومبر اللي بغيتي. فهمنا؟ من بعد كندوزو ستراكشر. دابا نفترضوا معايا انني بغيت نصاوب واحد ستراكشر سميتها ليفر. مزيان، ستراكت هي الكيورد، ليفر هي اللي غتعوض ليا لو نون ديال لوبجي. كيف قلنا غادي يكون عندي لي زاكولاد والبوان فيغيل، والوسط غادي يكون عندي لي مومبر. دابا في نظركم الا كنت انا بغيت نصاوب واحد تيب دو دوني سميتو ليفر، هاد لو تيب دو دوني راه ممكن نتوما تعمروه باللي بغيتو، ولكن نمشيو اون جينيرال نقولوا ان كل ليفر عنده عنوان، عنده ثمن، وعنده عدد ديال الصفحات. مزيان. اذا الى من بعد انا استعملت هاد لو تيب دو دوني لواحد الفاريابل، شحال معلومه خصني نعطي؟ خصني نعطي ثلاثه المعلومات. الاولى غادي تكون العنوان، الثانيه مثلا العدد ديال الصفحات، والثالثه هي البري. دابا كيفاش كندير ليها وسط من ستراكشر؟ كيفاش كنصاوبها؟ خاصني نكتب مثلا شار ايطوال تيتر، اولا دير شار تيتر ودير ما بين البراكيت، ممكن انك دير العدد ديال لي كاركتير اللي ممكن يقبل هاد الفاريابل. اذا شار تيتر، وكاين انت نومبر ديال لي باج، وكاين فلوت البري. لاحظوا ان كل واحد راه قدامه بوان فيغيل كيف ذكرنا. اذا هاد الستراكشر اللي انت صاوبتيها، هاد الداتا تايب اللي انت صاوبتيه، ممكن من بعد تولي تقول عندي واحد الفاريابل سميتو ستراكت ليفر مثلا اونتيغون. اشنو غادي يولي عندنا؟ صاوبتي واحد الفاريابل سميتو اونتيغون اللي التيب ديالو هو ليفر،
الوغ انت عارف ان هذاك التيب ليفر شحال من فالور كيتعطاه؟ كيتعطاه ثلاثه لي فالور اللي هي غتعطي المره الاولى تكست، بمعنى غتعطي واحد لا فالور اللي غتكون على شكل تكست اونتر غيومي، مثلا اونتيغون، من بعد نومبر دو باج، انا ما قاريهاش، الناس اللي عارفينها يكون لنا شحال نومبر دو باج ديالها، نفترضوا مثلا 100، غادي تكتب اونتيغون اونتر غيومي فيرغول 100 فيرغول والبري ديالها، تكتب مثلا 20 ولا 20.6 هكذا، المهم واحد لا فالور اللي غتكون فيها الفيرغول. ندوزو للبراتيك ونزيدو نفهمو. اها لما ندوزوش براتيك نسيت باقي لنا حاجه اخرى. دابا افترضوا معايا انكم بغيتو تاكسيدي لسميتو لواحد لا فالور، بغيتي تشوف واحد المعلومه من هاد المعلومات اللي دخلتي، كدير اوبجي بوان مومبر مثلا، بغيتي تشوف لو تيتر كدير ليفر بوان تيتر، اذا غادي تدخل ليا لهذاك ليفر وغادي دير تعطيني لو تيتر ديالو. نفترضوا مثلا انك خدام في برينت اف وبغيتي تافيشي سميت هذاك الليفر، غادي تكتب مثلا لو تيتر ديال ليفر اي ودير بورسونتاج اس عادي، غير ملي توصل للتيتر غادي دير ليفر بوان تيتر، اولا في حاله ديالنا حنايا اللي كنا فسرنا اونتيغون بوان تيتر وغادي يعطيك لو تيتر ديال اونتيغون، بغيتي البري ديالها غادي دير اونتيغون بوان بري وغادي يعطيك البري ديالها. دابا عاد يلا غادي ندوزو للبراتيك. اذا هنا باش ما نضيعوش الوقت حاولت انني ديجا نكتب هذا الشيء، هذا داكشي اللي شفنا في البريزونطاسيون ستريكتور ديال الليفر. اذا من بعد افترضوا معايا مثلا انني بغيت نديكلاري داك الكتاب، بغيت ندخل دوك المعلومات ديال الكتاب اللي قلنا اللي سميتو اونتيغون، اولا بغيت نصاوب داك الفاريابل اللي سميتو اونتيغون وبغيت نعطيه لو تيب ليفر. كيفاش كندير؟ كنكتبو struct ومن بعد نديرو هادي هكا، ومن بعد كنجي هنا وكنقول ليه اش من نوع ديال اش من تيب ديال الستراكشر، حيت ممكن انني نصاوب بزاف لي ستراكشر، داكشي علاش خصك دير struct ودير تبع ليها السميه ديال ستراكشر اللي كتكلم عليها نتايا اللي هي مثلا في هذه الحاله ليفر. من بعد كتقول لي شنو سميت الفاريابل اللي غيكون عنده داك التيب ليفر اللي غنديرو حنايا، هو مثلا اونتيغون. دابا نقدروا نعطيو لي فالور، كنديرو ايغال نديرو لي زاكولاد، وتلاحظوا ان وسط من لي زاكولاد غادي يخصونا ثلاثه المعلومات، المعلومه الاولى هي العنوان، ندير اونتيغون، ندير فيرغول، المعلومه الثانيه اللي هي غادي تكون اونتي اللي هي النومبر ديال لي باج 122، المعلومه الثالثه اللي هي البري، البري اللي هي 5.4 ماشي درهم اورو. ومن بعد غادي ندوزو مثلا نفترضوا انني بغيت دابا بغيت نشد هاد المعلومات هادو ونحطهم اولا نافيشيهم فواحد التكست، لاحظوا معايا غادي يرجعوا لداكشي اللي تكلمنا عليه اللي هو الى درنا برينت اف وكتبت مثلا لو تيتر دو ليفر اي غندير بورسونتاج اس، غادي نجي لهنا وغادي نكتب اسميت الفاريابل اللي بغيت نجيب منه معلومات سميتو اونتيغون، وفين عندي مثلا لو تيتر، عندي لو تيتر ديال هاد سميتو الغومو هادي عندي في الفاريابل الاولاني اللي هو نيت سميتو تيتر، الو غنقول ليه عطيني اونتيغون تيتر ديالها، غادي ندير افيشاج ونشوف شنو غيعطينا هاد الشيء هذا. اذا كيف كتلاحظوا لو تيتر اي اونتيغون. نديرو حاجه اخرى مثلا الا بغيت البري، لو بري ديال الليف بالطبع راه غادي نغير الاس غنديرها اف، وعندي الحق انني ندير جوج العدد مورا فاصله، ونجي هنا عوض تيتر غادي نعوضها بخي. اذا بين الفكره على حساب شنو بغيتي، على حساب شنو غادي تكتب مورا البوان، بغيتي لو تيتر دير بوان مثلا تيتر، بغيتي نومبر دو باج غادي دير بوان نومبر دو باج. غادي نديرو ليكزيكيسيون مره الاخرى وغادي نشوفو هادشي هذا. اذا لو بري دي ليفر اي 5.4، كان هذا هو الدرس ديالنا بالنسبه
الداتا ستراكشرز ماشي هنايا فين غادي نوقفوا في الداتا ستراكشرز، غادي نزيدكم تمارين اخرين فين كتكون عندنا داتا ستراكشر وسط من وحده اخرى، وغادي نحاولوا ندخلوا فيهم لي فونكسيون كيفاش نعطيو مثلا نديروا لافيشاج ديال داتا ستراكشر عن طريق واحد الفونكسيون. المهم نحاولوا نصعبوا داكشي ولكن باش تزيدوا تفهموا شي حوايج اخرى، وفي نفس الوقت باش نعاودوا نديروا بحال واحد التذكير بداكشي اللي كنا قرينا. شكرا على التتبع ديالكم، نشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.